ضمن جهود القطاعات المختلفة في الحملة الوطنية، دشنت وزارة الداخلية التوسعة الجديدة مركز اللقاحات، وذلك من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية وسهولة الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع. هذا المركز يعتبر جزء من المشاركة في هذه الحملة الوطنية للتصدي في جائحة كورونا والحد من تفشيها. ما يحفزنا أيضا في هذا المركز هو حقيقة رضا العملاء بنسبة تفوق 95% للخدمات المقدمة لهم، رغم أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى ما يقارب 3000 مستفيد في اليوم، وبرحلة عميل تستغرق حوالي 13 إلى 15 دقيقة ولله الحمد. ويعمل المركز وفق آلية معينة تراعي كافة الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد وضمان أن تكون رحلة المستفيد داخل المركز آمنة وتحقق الغاية من أخذ اللقاح. حجزت عن طريق برنامج صحتي، والحجز كان يعني ما قعد مني ولا دقيقة تقريبا على طول، ودخلت وفور الدخول يعني وخروجي مع كل شيء ما قعد أقل من 10 دقائق. الحمد لله الإجراءات سهلة جدا، من وصولي على طول ما شاء الله إجراءات سريعة، والمركز ما شاء الله تبارك الرحمن الله يجزاهم خير ويعز دولتنا. كما يضم المركز أعلى التجهيزات التي تساهم في الحفاظ على اللقاح. جهود وزارة الداخلية لم تعد تقتصر على النواحي الأمنية فقط، بل هي اليوم شريك رئيسي في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا عبر فتح مراكزها للجميع دون اقتصارها على منسوبيها. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض.